في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا في المقر ديال موقع جديدة نيوز كاين المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان مكتب الجهوي جهة الدار البيضاء سطات. في البداية مرحبا بكم، ونخلي لكم أنكم تقدموا نفسكم للمتتبع وكذلك تقدموا المنتدى للمتتبعين. وانا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا الجديده نيوز على الفتح ديالها الابواب ديالها وانفتاح ديالها على المحيط ديالها كما عودتنا، وهذا ماشي غريب على سي عبد السلام الحكار. نتمنوا لهذه الجريده التوفيق مزيد من التالق. اليوم كنتواجدوا في المقر ديال هذه الجريده المتميزه بصحبه مجموعه من الاخوان المناضلين. معنا السي عبد الله فتوخ نائب الكاتب الاقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان لسيدي بنور، وفي ذات الوقت هو الكاتب المحلي لبلديه زمامره. معنا الاخ مستعين رشيد الكاتب المحلي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان على مستوى بلديه الجديده، بالاضافه الى عبد ربه محمد انيم عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان والكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. وماذا عن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان؟ المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان هيئة حقوقية الهدف ديالها هو الدفاع عن المستضعفين ثم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وسائلها تعتمد طرق الأبواب وإيجاد الحلول واقتراح البدائل، وترفض رفضا باتا الركوب على هموم المواطن واستغلاله ودغدغة المشاعر. الهم ديالنا هو إيجاد الحلول والسعي إلى مواطن كريم داخل وطن عادل. سي محمد أنين، تقديم في مستوى يعني تطلعات السكينة حسب هذيك الفلاير اللي حداك كنشوفوا الحقوق الكونيه اختصاصنا. هنا اليوم تنطلبوا منك غير الحقوق الجديديه. كنشوفوا الانسان اهتمامنا. هنا اليوم غنهضروا لك على المواطن الجديدي. بغينا نعرفوا يعني هذا المنتدى يعني المكتب الجهوي ولا المكتب الاقليمي ولا المكتب المحلي ديال مدينه الجديده، خاصة وإقليم الجديدة وإقليم سيدي بنور عامة. كنلاحظوا بأنه من خلال البيانات ديالكم من خلال البلاغات ديالكم أنكم مهتمين أكثر بما هو وطني، وبينما ما هو محلي اليوم بغينا ناخذوا على لسانكم شنو هي أبرز النقط اللي كتلاحظوا فعلا بأن الساكنة ديال المدينة الجديدة كتعاني منها، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والتعامل للمعاملات الإدارية مع وتعامل المسؤولين ولا الإداريين ولا المنتخبين معهم. مهم نخلي لك فين تسبح، راح يتعطى الله فين نعومو في المجال هذا بالنسبة للمدينة الجديدة. أولا كنشكر الاهتمام ديالكم كجريدة، وكنشكر هذه الجريدة لأنها تعتبر أولا منبر الكلمة الصادقة، وأنها فتحت لنا الأبواب حنا باش ننشروا فيها سواء البيانات أو البلاغات ديالنا على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي. لا بد من الإشارة إلى أننا حاضرين حتى على المستوى المحلي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. الهموم على المستوى المحلي، هنا في المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان قمنا برصد مجموعة من الاختلالات اللي كتعاني منها المدينه وكيعاني منها الساكن الجديدي. اللي كيعرف مدينه الجديده ورجع للخلف سنه 1973 غادي يعرف ان الجديده عاشت واحد الضمحلال على جميع المستويات. في الوقت اللي كانت هذه المدينه كما سماها اليوطي دوفيل ديال المغرب مقارنة مع الدوفيل اللي كاين في فرنسا، في الوقت اللي كانت هذه المدينة كتعتبر رقم واحد في النظافة وفي الهدوء وفي السكينة
وفي الاستقرار كتصبح هذه المدينة بمثابة قرية وربما حتى قرية كنظن كبير باش نطلقوا على المدينة في الواقع اللي كتعيشوا حاليا. كاين واحد المجموعة ديال الاختلالات كتبدا مثلا باحتلال الملك العمومي، الفوضى والتسيب العارمين في احتلال الملك العمومي سواء كان ملكا بلديا او بحريا او غابويا، والظاهرة ديال انتشار ديال الفراشة، الظاهرة ديال تجمعات الباعة المتجولين اللي ولاو كينبتو بحال الفطر في جميع المناطق وفي جميع الاماكن وفي جميع المدارات وامام لا 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 حتى المساجد. مشكلة اخر لهذا اللي كيرتبط بالملك العمومي واللي لابد هنا من الوقوف عنده هو انه مؤخرا هذه واحد حوالي شهرين بدات تفعلت مسألة ديال تحرير الملك العمومي، مسألة اللي حبدناها جميع كفاعلين جمعويين كفاعلين حقوقيين، وما كنقولوش غير المنتدى المغربي اللي هو كاين، المنتدى المغربي المنتدى حقوق الانسان، هناك مجموعه من الهيئات ديال المجتمع المدني الجاده والنزيهه اللي كتواجد هنا بجديده واللي كيشرفنا اننا نعملوا الى جانبها. مؤخرا كما قلت بدات العمليه ديال تحرير الملك العمومي، وكانت عمليه اللي اتلجت الصدور واستمرت هذه العملية. حاليا دابا راه السلطات توجهت للمقاهي، هذه مسألة مهمة باش أن هذه المقاهي هذه كمرافق اقتصادية وتجارية تحترم حتى هي واحد المتراج معين وتحترم واحد المواصفات معينة، ولكن ما يروج في الكواليس وللأسف هو أنه المجلس البلدي اللي غادي نرجعوا باش نتحدثوا عليه، هذا المجلس البلدي يروج في الكواليس انه سيعقد دوره استثنائيه. ماشي في الكواليس، هذه رسميا غادي يكون كاينه دوره استثنائيه على قبل هذه الامور هذه لمناقشات هذه المساله ديال الملك العمومي وربما للتراجع على القرار اللي السلطات المحليه بدات خدامه فيه من اجل الترصيف سواء بالنسبه للتصفيف سواء بالنسبه للتينده. يعني بالنسبه للمتراج ديال لاتيراس وبالنسبه للمتراج ديال التينده. اذا سمعنا بان بعض النافذين انه غادي يصدر قرار لفائدتهم باش يسمح لهم يبقاو محتلين هذاك الملك العمومي بهذا الشكل اللي هما فيه حاليا. نقدر نقول لك السي امين دائما في هذه النقطه هذه، الا قال لك البعض بانه اصلا هذا القرار ديال السلطه اللي خرجت بهذه الطريقه هو اللي كان خاطئ، ماشي هذا الشيء اللي غيكون دابا، يعني هذا الشيء ديال جيو وحيدوا قطعوا هذه هو اللي كان خاطئ، لانه كان عليهم يفكروا بانه راه كانت زينه وكانت عاطيه رونق وبانه راه كاينه امور، كان عليهم يخرجوا فقط لذوك الناس اللي واخدين الميتراج ما مخليش تروطوار، هذوك ايه ولا شي تينده محذوره اللي غادا تزعج المره. اما بالنسبه لهذوك خاصه كنشوفوا مقاهي اللي كيجيو فوق منهم ديور تجمع سكان الفوق سكان يطيح محبق يطيح على واحد جالس برا، اذا ديك التينده راه ضروريه السكان الفوق كيجفوا. حنا كنلقاو دابا بانه مقاهي كتكون في التحت في الريتشوسي ديال واحد العماره، الاخرين كيجفوا داك البالكون مخرج الماء، دونك غيبدا يقطر حتى هو في ديك نص نص كي غادي يشرب هذا بنادم. اذا راه نقدروا نقولوا حتى هذه راه يعني في الاول كان خطا وهذا غيكون خطا اكثر منه. علاش؟ لانه الناس دابا ناضت قطعت وناضت رجعت داك الشيء، يعني راه ديجا خسرات فلوس باش تصوت هذا الشيء، وهي وعندها واحد الغصه في القلب ديالها لانه كتقول لك اودي حنا سنين وحنا بحال هكا وخسرنا وهدي وعولنا وما عمرنا هضر معنا شي واحد، واللي باش يقول لك حقه قطع يجي يعبر ليا يقول لك نخلص هي، ولكن باش يجي يقول لي قطع لا. اذا الناس اللي قطعوا غيبقى فيهم الحال غيقول لك علاش حنا قطعنا، عاد الجماعه دابا سير غادا تلقى حل بالنسبه للاخرين. اذا نفكروا لهادو ونفكروا لهادو. تفضل استاذ محمد. معك السي عبد السلام ومتفق مع الطرح ديال الجديده نيوز، هذا كيجرنا الحديث عن القرارات الاداريه الخاطئه والجراه ديال الاداره في صاحب القرار الاداري، وهذا موضوع اخر طويل يمكن نتكلموا فيه. اذا الاداره التي تحترم نفسها عندما تعي وتعلم من خلال الاراء ديال المعنيين بالامر ان القرار ديالها فيه جور وان القرار ديالها هو خاطئ، عليها
ان تقوم بسحب القرار الاداري. هذه الا قلنا بين قوسين ان حتى القضيه ديال الميتراج ولا القرار السابق هو قرار ليس بقران. قرار يمكن تعديله حسب الحاله، حسب الظروف، حسب المكان والزمن. طبيعة الحال كاين مقاهير اللي اضفات واحد النوع ديال الجماليه، لا من ناحيه الرونق ولا من ناحيه الاندماج ديالها في النسيج المعماري في الخدمه ولا فعلا بزاف وفي الخدمه والمسائل. وكاين المقاهي اللي لا تحمل من الاسم من المقهى الا الاسم، الا الاسم. اذا هنا لابد ما يتخذ هادشي بعين الاعتبار. اللي كان خصو يدار، اللي كان خصو يدار هو ان هذا القرار لو كانت جديده تتوفر على مجلس بلدي في المستوى، كان على اولا تدارس هذا الملف وعند ما يكفي من الوسائل اللوجستيكيه والبشريه باش تعرف وباش تحدد وباش تعرف الاماكن ديال الخلل وتعرف المناطق اللي هي فيها نوع من الجماليه. كان هذا القرار كان خصو يتعدل. علاش حنا كيتسنى هذا المجلس حاليا؟ كيبقى كيتسنى نهار اللي غيبغي يتحرك باش يخدم غادي يرجع لواحد القرار اللي هو مكتوب مصوب في عهد المجلس السابق. كان على الاقل يدير واحد الاجتماع باشراك المعنيين بالامر وياخذوا وجهه النظر ديالهم ويلقى واحد الحل اللي هو وسط. الحل اللي هو وسط هي دفتر تحملات. دفتر تحملات بطبيعه الحال. وصفت انذارات لاصحاب المقاهي التزموا بهذاك دفتر التحملات. وحيت مقهى في حي شعبي ماشي هي مقهى على الشارع، ماشي هي مقهى على فضاء اللي هو متسع، كل عنده خصوصيات ديالو. اذا كان خص اللجان ديال بصح، تدارس ديال بصح، ونخرجوا بقرار اللي هو شجاع وقرار اللي غادي يساعد المدينه ويساعد الناس. الجانب الاجتماعي تا هو ايضا خص تخاف على الاعتبار. دائما بالنسبه لزانومالي او الاختلالات اللي كيسجلها المنتدى المغربي للمواطن وحقوق الانسان، واعتقد جازما ان مجموعه من الهيئات الحقوقيه والهيئات ديال المجتمع المدني لا اخصي احدا انها تشاطرنا الراي. من بين هذه الاختلالات كاين مساله ديال انتشار ظاهره السيوف والقرقوبي وتواجد منحرفين رفقه كلاب على مشارف المؤسسات التعليمية، بل العديد منهم من يليج هذه المؤسسات. وحنا كنشوفوا ان هذه الظاهرة اصبحت ظاهرة خطيرة، لانه حتى مسألة تربية الكلاب شرف الله قدركم لا تحترم القانون اللي هو موضوع في هذا الإطار. إذا هذا مشكل كبير وتكلمنا عليه مرارا وتكرارا، وكانت لنا في المنتدى المغربي ربما السبق لحد الساعة ان في الظاهرة الاعتداء اللي تعرضت للأستاذة في الحي المحمدي مؤخرا، كنا تكلمنا عن الاعتداء اللي تعرض ليه الاستاذ في ورزازات، وكنا درنا واحد المقال اللي شرفتونا بالنشر ديالو اللي هو صلاه جنازه يرحمكم الله جنازه مدرسه عموميه. تكلمنا في هذا البيان الاخر اللي كتبناه ولا هي على شكل رساله مفتوحه وجهت الى السيد معالي وزير التعليم. حنا حتى التسميات تختلطوا علينا، ما كان نعرفوا لا تعليم لا تربيه لا تكوين، كل مره كيجيونا بسميه حنا ناخذوا السميه القصيره التعليم. وجهنا هذه الرسالة، من بين ما طالبنا فيها هو أن كنقولوا على الأقل أن هذه الإدارة إذا كتحترم نفسها تنصب نفسها مطالب بالحق المدني في حق لصالح الناس قاعد يضر. وفعلا كانت استجابة مشكورهم عليها. هنا أيضا سأختلف معك. نعم مرحبا. لأن ما آلت إليه الأوضاع بخصوص التعليم في المغرب ولا الاعتداءات ديال التلاميذ على الاساتذه ما هو الا نتيجه ما يقومون به داخل البيوت ديالهم من جهه، داخل الاحياء ديالهم السكنيه والمحيط ديالها من جهه اخرى. لانهم اللي كنوليو نشوفوا اطفال كيعتدي ولا شبان كيعتديو على الاباء ديالهم والامهات ديالهم والجدات ديالهم الى اخره، وماشي اعتداء ديال الضرب ولا هادي، كتوصل حتى الاعتداء الجنسي والقتل. اذا استاذه ولا استاذ راه ما غيبانش بحال هاد الناس هادو. اذا هادي منظومه وهادي نتيجه تربيه فاسده ديال المجتمع للوليدات ديالو. يجب تربيه الاباء
باش نحصلوا على وليدات مربين مزيان. وهنا غنرجع للنقطه اللي قلتي الحزبيه، لانه كان بكري كانوا الاحزاب عندهم دور في التاطير والتكوين، درك ما بقاش هذا الدور هذا، ولا كل واحد كيلغي بلغاه، واللي الاستاذ الى عير خاصم على الدري كيجي الاب كيقول ليه نهرتي ليا ولدي درتي ليه خصني ندي على الطبيب النفساني، وهذا هو هو اللي خصو يمشي على الطبيب النفساني. تفضل السي انين. لان في الاول رجعتينا لا نوستالجي، بيان سور النوستالجي هي ملي كانت التربيه مرادفه للتعليم، كانت وزاره التربيه والتعليم كتسبق التربيه، هنا كانت كتخلينا نتفكروا في ايام بوكماغ الله يرحمه بيان لي كومبوندر، العصر الذهبي اللي كان فيه الاستاذ مربي، وكانت له الكلمه الاولى والاخيره داخل الاسره، بحيث انه يمكن كنا كنشوفوا كنا عشنا هذه الحاله، ان ما يمكنش تقدر تشوف الاستاذ ديالك في الشارع، حيث الا شفتيه كن متيقن على انه الصباح غادي يبدا بك انت الاول. كان فعلا هذاك الجيل الذهبي مجموعه من 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 التطورات اللي عرفها قطاع التعليم، مجموعه من التطورات اللي عرفها قطاع التعليم. دابا سي على ذكر بيان لي ريكومبوندر، دابا كيعاود يرجعنا عندي السلسله ديالو كامله، عندي السلسله كامله ثلاثه ديال الاجزاء فعلا. حتى حنا يعني فيه اذا هذا الشيء حنين، هذا الشيء اللي وقع، وكانت حتى المحفظه، حتى المحفظه كانت لا تثقل الكاهن ديال الاسره، كان دفتر، وحتى الدفتر كنتفكروا دابا بواحد النوع ديال الحسره، كان الاستاذ كيقسموا عرض، كيخلي واحد الطرف شادو باكراف والطرف الاخر شادو باكراف، وكتخدم فيه الخط باش ما يتعوش ليك الدفتر قدامك. هنا نقدروا نقولوا كانت الشكاره خاويه والراس عامر، دروك الشكاره تاع عامرين، ماشي شكاره حيت عنده الشكاره تاع عامرين والراس خاوي. علاش؟ لان هنا التعليم تعرض لواحد وابل من تخريب، يمكنش نسميه اصلاح، من تفكير اول مره في تعريب التعليم، فهو كان تخريب ديال التعليم، واحد المجموعه اللي ديال القرارات اللي كانت غير صائبه، واحد المجموعه من المجالس اللي كانوا ضيعوا التعليم، ضيعوا التعليم. مؤخرا كيسمعوا ان الملاير تكسرات غير في عهد الوزير خشيشن، فين هي المحاسبه؟ فين هي المراقبه؟ موضوع اخر هذاك. اذا التعليم، المنظومه ديال التعليم هي كل لا يتجزا، فيه اسره، فيه شارع، وفيه مدرسه بطبيعه الحال، حتى الوازع الاخلاقي، الوازع الديني، كله مشى. كنا كنتكلموا قبل، كنتكلموا على الاحياء الشعبيه، وما ادراك من الاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه اللي خرجت لنا طاقات، وخرجت لنا مواهب، خرجت رياضيين، نجات ناس الغيوان، نجات مفكرين، نجات واحد العدد ديال الاطر. حاليا ما بقاش الاحياء الشعبيه، ولات عندنا احياء فوضويه. كانت الاحياء الشعبيه فيها واحد النوع ديال الغيره، كان يستحيل على سبيل المثال ان بنت ساكنه في الدرب تدخل الدرب ويجي موراها شي واحد من الدرب اخر، كتقدر توقع جريمه، جريمه ديال القتل، غير الدراري ديال الدرب. الاحترام كانت الانفه والغيره، حاليا هادشي ما بقاش. التلفازه حتى هي خربت هاد المسائل، الاعلام والتلفازه، نعاود ناكد على التلفازه والافلام اللي كيساعدوا على الانحلال الخلقي. بطبيعه الحال النتيجه مجتمع بحال هذا الشكل اللي كنشوفوه، مش ولكن ملي كنتكلموا حنا في البيانات ديالنا السي عبد السلام، حنا لا نقصد، كنتكلموا حنا عارفين اي ميدان فيه الصالح والطالح، حنا نتحدث عن حرائر واحرار قطاع التعليم، نتحدث عن الرجال ديال التعليم الحقيقيين. حاليا باقي الناس، اقسم بالله العظيم، ناس في المستوى بالامكان ديالهم انهم يحتلوا مناصب ديال المسؤوليه داخل المندوبيات، وتعرضات عليهم داخل النيابات، ورغم ذلك رفضوا، فضلوا انهم يبقوا في القسم. فالوقت اللي كنلقاو في اطار الحزبويه وفي اطار الشعبويه، واحد العدد ديال الناس اللي كانوا مجرد معلمين بسطاء بين عشيه وضحى اصبحوا دكاتره، ما كيمشيوش، ومعروف الحزب الاكثر اقليه، راه معروف الناس اللي فيه. هادشي ماشي كنكذبوا، هادي راه وقائع كاينه، واصوات تتعالى من هنا وهناك تندي بهادشي اللي وقع فيه. دروك السي محمد انين، في اطار هذا الجزء الثاني غادي نطلبوا منك انك دابا يعني كما كنقولوا كاب جديده، يعني اتجاه جديده، دخل لي الجديده، هلم جره.
المنتدى ديالكم، اشنو الراي ديالو فيما يقع داخل هذه المدينه التي استنجدت واستنفدت صبرها وما عرفت شنو، وما حتى حد ما سمع ليها، يعني بقات يتيمه لاولادها بروا بها، لا المسؤولين عليها بروا بها، رحموها، لا حتى شي واحد، خلاوها مسكينه تواجهوا هذا المصير هذا. الله يهدي ما خلق. تفضل سيدي محمد. فعلا هذا يدمي القلب ملي كنعرفوا ان المدينه الجديده تتوفر على رجالات دوله، مسؤولين كبار يحتلون مناصب مسؤوليه على المستوى الهرم، سواء المدني او العسكري في البلاد، وان هذه البلاد تعيش هذا التهميش. ملي كنتكلموا على المدينه الجديده لا يجب فصلها عن مدينه ازمور، لان خصنا نتكلموا على هاد الحاضرتين بواحد النوع ديال الحسره. ملي كنتذكروا ازمور، قبل ما نعاود نرجع للجديده، ملي كنتذكروا ازمور كنتذكروا الصوره اللي مكتوبه على الحافله ديال نقر الركاب حينها، من مدينه من بلديه ازمور الى قريه فاس، من مدينه الجديده ازمور الى قريه فاس، الى قريه فاس، لان كانت اول بلديه وسبقت حتى اونفا. اللي كنجيو كنشوفوا هاد الحاضرات الحاضرتين كيعانيوا هاد المعاناه، هذا ما يمكن الا يخلينا نحسوا بواحد الالم، واحد الالم ما يحملو الا الانسان اللي فيه غيره على هاد البلاد. ففي الوقت اللي المدينه كما قلتم في التقديم ديالكم تنكروا لها الابناء ديالها، المسؤولين، عدد من المسؤولين وربما جل المسؤولين عتوا فيها فسادا، كانت بمثابة مزرعة إقطاعية خاصة. والماضي القريب راه كيبين المدينة اش واقع فيها. إلا جينا نتكلموا على الاختلالات اللي كتعيشها هذه المدينة على مستوى التدبير ومستوى التسيير، فحديث ولا حرج، قدر الصورة ناخذها منقولة من مدينة أزمور. إلا خدينا مدينة أزمور اللي كنتوفروا على الأرقام، ورقم اللي هو كون تعطى لأي مواطن لا يفهم شيئا ولا يفقه شيئا في التدبير والتسيير، غادي يرجع جنة. 6 مليار و200 مليون اللي تعطات في إطار سياسة المدينة، إش دار في هذا أزمور؟ وحنا بصدد تهيئ ملف اللي غنطلبوا فيه الافتحاص ديال المالية ديال هاد البلدية. الصفقة ديال الكهرباء راه خلقة واحد الضجة كبيرة، وراه عندنا مكتب محلي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، يتوفر على أعضاء نشيطين، أعضاء غيورين، راهو بصدد تهيئ واحد الملف اللي غادي نوجهو بصدد رسالة، بل سنحملها شخصيا، سنحملها شخصيا مجموعة ديال الأعضاء ديال المكتب الجهوي، اتفقنا باش غنمشيو وغادي ناخذوا صوره جماعيه حدا المفتشيه العامه لوزاره الماليه وحدا المجلس على الحسابات باش نوضعوا هاد الرسائل ونطالبوا افتحاص، لان كفاء من هاد الهضر، الزمن ديال التسيب قد ولى من غير رجعه. ملي كنتكلموا على المدينه وكنتكلموا على المشاكل اللي كاينه، قبل ما نتكلموا على المدينه غادي نهضروا في هاد النقطه حتى هي. نعم. واش ما كتشوفش معايا بانه رئيس فيسبوكي كيسير مدينه ما عندوش تكوين في التسيير ديال هذه المدينه؟ اين مدينه؟ ديال ازمور. ازمور، ازمور ماشي هو اللي كيسيرها. اذا لا، حنا كنهضروا على الورق اش مكتوب الاوراق. اذا كيسير مدينه هو اصلا ما عندوش تكوين. نعم. ديال انه غيعرف كل شيء، اذا غيعتمد على نواب ويعتمد على موظفين ويعتمد على خبرات. ضروري الا كانوا النواب فيهم صحاب الصابون اللي كيحطوا ليه الصابونه وما كيوقف حتى زعيليكا، سي نورمال غادي نلقاو المدينه بهذا الشيء، وغادي نلقاو التسيب، وغنلقاو الفلوس تخسرات وتهضرات بهذه الطريقه هذه. راه بالامس القريب الناس اللي كانوا كيدعموه فيسبوكيا هما دروك اللي كيبكيو يئنون لما وقع تجاه التسيير ديال هذا السيد هذا. حنا لسنا ضد او معه، حنا ننقل معاناه المواطنين. كيقول لك هذاك السيد في الفيسبوك كان احسن رئيس في العالم، ولكن على ارض الواقع شتاني بين الواقع بان شنو اللي كاين والاحلام. شوف لنا النقطه الثانيه. ملي كنتكلموا على هذه الحاله، هذه الحاله راه هي
عامه على الصعيد الوطني، ولكن حنا كنشوفوا كجهه وكنشوفوا كاقليم داخل الاقليم. هذه البلديه لا ديال ازبور ولا ديال الجديده تعاني الامرين حاليا داخل المنتدى. عندنا قناعه داخل المنتدى المغربي للمواطنه وحقوق الانسان، عندنا قناعه بان المجلس البلدي ديال الجديده غير موجود بتاتا. ونعطيك واحد المجموعه ديال النقاط اللي حنا مسجلينها واللي حنا مهيئين فيها واحد الملف وكنتسناو باش غادي نناقشوا مع واحد الاخوان ديالنا اللي هما فئات ديال المجتمع المدني. وحنا بدينا راه الخطوه الاولى دارت في اطار بخصوص الملف ديال الاشجار اللي تم الاعتداء عليهم والقطع ديالهم بواحد الشكل فوضوي، الاشجار ديال الكاليبتوس اللي كاينين في التخلا في حدا لا جوندارموري. حنا متبعين هادشي وغادي ندير واحد التنسيقيه اللي غادي نمشيو في هاد الاطار. حنا الفساد ما بقيناش نتساهل. هضرتي على الاشجار اللي تقطعت حدا لا جوندارموري، هي القياده الجهويه للترك الملكي قبل ما يدخل المنتدى طرف. عندي معطيات اخرى ديال الاشجار اللي تقطعت، وماشي من طرف خواص ولا من طرف الناس ديال الناس، من طرف المجلس الجماعي ديال الجديده. هذه راه ماشي عطامه، مصيبه. هذه راه مصيبه وكارثه. هذه هي اللي غنى عليها عمر السيد، هذا هو النار اللي حرقت الغابه. هما المسؤولين اللي قطعوا هاد الاشجار، وما غندخلش معاك في التفاصيل ديال بشحال تقطعت هاد الاشجار، بشحال تقطعت الوحده والتقارير ومجلس على الحسابات كتهضروا على المجلس على الحسابات. شخصيا عبد ربي حكار عبد السلام ما كان امنش بانه كاين شي مجلس سميتو مجلس على الحسابات. هالورق راه نهار كيبغيو يخدموا كيخدموا، نهار بغاو يخدموا راه مناضوا وداروا، ولو انه تا هو داكشي فيه ما يقال، ولكن الى ما دخلش السافاجيستي وقال لهم ديروا ليا كنضر الامور كتبقى. ملي كتشوف رئيس داز في الولايه الاولى وكاين محاسبه من طرف مجلس على الحسابات ودخل الولايه الثانيه وكملها وباقي النتيجه ما كايناش، لا عطينا استعجاليه بق صيفطوا في حالو ما علاش غيبقى دروك. راه نخليك انت من المعيقات الكبيره في تحريك الدعاوى القضائيه، الاشكالات المسطريه واللي هما كيتفنوا فيها هاد النواب واللي برلمانيين اللي هما نيت موسخين فاسدين رؤوس فساد ودازوا للبرلمان والملف وكيعرفوا بان الملفات ديالهم امام القضاء وكتناقش باش يتم العزل ديالهم، ولكن كيبقى وكاين حكم محكمه دستوريه، كاين حكم وجا العماله وتحط من عرفت شناهو، والعامل السابق ما بغاش ينفذوا، العامل الحالي هو باقي ما نفذوش. فعلا ديال سيدي علي بن حمدوش. نعم. ويبداو شي يقولوا لينا. المهم فوت النقطة ديال الأشجار. نتكلموا على الملفات اللي كاينين ديال سميتو، كاين علاش كنقولوا بأن هذه المدينة ولات قرية وربما حتى قرية ولات كبيرة باش نسميو بها الجديدة، وواحد الدائرة ديال انتشار الكلاب الضالة والعربات التي تجرها الدواب. خلينا الكلاب الضالة. كاينه دابا واحد الحمله كديرها السلطه وكلها عباره عن فترات. نعم. كتوصل بارقام ديال كلاب تم قتلها في هذا الاطار هذا. نعم. غير هي هنا ثاني غنرجعوا لنقطه اخرى، واش القتل هو الحل؟ حيت اذا كان القتل حنا راه موقعين على اتفاقيات شراكه دولية وغادي نوليو مفيزين. علاش ما كنهضروش على البنج والتعقيم من البنج بنجو دي وعقمو باش ما يبقاش يولد ليا ونحطو في واحد البلاصه، ولكن الا درت ليه البلاصه فين غنحطو نهز لي هذوك المتشردين ونحطو تما معاهم، لان المتشردين ما لاقينش فين يمشيو. تفضل ملي كنجيو نتكلموا غتكلمي على حق على حق الحيوان، حنا باقيين نعاني من حق الانسان، حقوق الانسان باقيين نعاني من اجل تطبيق هذه الحقوق. يعني قلنا الكلاب الضاله، قلنا الكلاب لا لا، هذه نقطه مهمه، جبتي واحد النقطه مهمه باش نتكلموا على حقوق الانسان. قبل ما نتكلموا على حقوق الانسان، نحن ما زلنا مطالبين ببناء الانسان، هي الاول نبنيو الانسان، شوفوا الحقوق ديالو واش يمكن ننتقلوا لحقوق الحيوان، رغم ان خص يكون داكشي اون باغي.
تكلمنا على الكلاب الدار، تكلمنا على العربات اللي كيجروها في الدور هنا ديال البوعاله، ملي كنجيو نشوفوا البالوعات ولا القوادز اللي كيمشيو وكيتهزوا وكيخرجوا مور الحي الصناعي وكيخرجوا مور كريان ديال دوار شاب ولا ما عرفتو كيذوبوا تمايا، راه مصيبه كبرى. ولا كيتنقلوا وكيخرجوا على برا، هذه من بين المشاكل اللي كتعاني منها المدينه. وبعلم السلطه، بعلم السلطه بطبيعه الحال راه معروفين، كاينين كاميرات كاع اللي مسجلين الناس كيفاش تكيهزوا القوادز. واش تحبوا على ذكر هذوك العربات اللي كيجروها الدواب، نبدا من الاشاره بانهم هما السبب ديال 50% من هذوك الحاويات ديال الازبال اللي كيكونوا مكفحين، لانهم كيجيو كيخويو داك الشيء باش ياخذوا داك الشيء. الا ما داهاش كما قلتي، المهم غير كيخوي باش ياخذ داك الشيء وكيخلي داك الشيء مليوح وكيزيد بحاله. كاين مساله اخرى هي انتشار اصحاب العربات بائعي السندويشات، هما يطلق عليهم في الجهه ديال الدار البيضاء وخاصة في الدار البيضاء الحمص الجن، كيطلق عليهم هنا في الجديده خان زوبنين حشو. اييه هاد الناس هادو كنعرفو كيفاش محطوطين تما، وكنعرفو شكون اللي رخص لهم بين قوسين وشكون اللي عاونهم حتى في الكروسه. وهنا كنتقدموا بالشكر الخالص للسيد الباشا لانه خلى المدينه تطلعت بهادو. كاينه اللي هي بيريمي وكاينه وحده اخرى اللي مجهوله المصدر، ولكن كنلقاو نفس الشخص هو باقي الان كيوزع على واحد المجموعه ديال اصحاب العربات ديال هاد ديال السندويتشات، وهو باقي كيوزع عليهم. وكثر من هادشي كاينه الصحف الالكترونيه راه تكلمات على الموسم ديال مولاي عبد الله، وملي كيسالي الموسم شحال كيلقاو ديال الرؤوس ديال الكلاب شرف الله وقدره، فين كيمشي هادشي؟ اذا هادي من النقط السوداء اللي كتعاني منها. اذا ما بقى بيناتنا وبين كوريا والو، لا حنا مازال هذوك كوريا ياكلونا عن اعتقاد، كياكلوا عارف راسو راه كي عارف شنو ياكل ويمكن ندوز ليه. كاين مساله اخرى هي الشاطئ الجديد، الشاطئ الجديد البقرة الحالون، الشاطئ الجديد، الشاطئ الجديد الذي يحمل ذكرياتنا في الصبا، الشاطئ الجديد اللي كتعتبر من احسن الشواطئ ومن اهدأ الشواطئ يحتضر. الى خدينا الحاله الكارثيه اللي كيوجد على الشريط الساحلي من ازمور حتى للوالديه راه طامه كبرى، جميع انواع البلاستيك، القنينات ديال الزاج، النفايات الصلبه، النفايات السائله، البقايا ديال مواد البناء، الى دخلنا هنا للمدينه غادي نلقاو جميع الاصناف ديال القنينات ديال الخمر، جميع الاصناف مهرسه صحيحه، لان الناس قراب للبار كيخرج تمايا وكيشتت. هنا كنتسائلوا واش ما كاينش شي شرطه بيئيه او ما كاينش مسؤولين اللي يمكن يراقبوا هادشي، خاصه انه كاين لي بروجيكتور على البحر ابين، راه مصيبه كحله هاد الجوهره اللي هي تهلكات، واللي دا واحد المهرجان الاسم ديالها، وبقى عندنا حنا غير الوسخ. اما الجوهره داها مهرجان وفلوس داو الناس ديالهم، لا نهضروا في هذا الموضوع اخر طويل. اذا هاد الكارثه البيئيه اللي كنعيشوها كتضاف لواحد القضيه اخرى، واحد المجموعه ديال الشركات اللي كندعيو او اللي كيدعيو لانهم شركات بين قوسين، شركات مواطنه وشركات صديقة البيئة، اجي وقفوا حدا المسرح في العشية وغادي تشموا الرائحة الزكية ديال الخميرة خامرة، وكيفاش انها ولات كتأثر لا صحيا ولا بيئيا ولا حتى سياحيا على المنطقة. هذا جانب بسيط على الشاطئ، حتى جينا نتكلموا عليه نتكلموا على الفرشة المائية، غادي نتكلموا على 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 استغلال ولا النهب الممنهج للرمال، غادي نتكلموا على واحد المجموعه ديال الحوايج، غنتكلموا على الحيوانات اللي كاينه تم، دوك الدواب والجمل وزيدوا التلوث اللي كيتسببوا فيهم. فعلا غادي نتكلموا على الكوادات اللي خدامين كيدوروا تما كاينه وما عندهم لا لاسيرونس لا رخصه لا حتى شي حاجه. غنتكلموا على الكراسه اللي ولاو كيشدوا البلايص وخص الناس يخلصوا، غنتكلموا على سيدي بوزيد اللي ولاو تما محطوطين فيه واحد الشمسيات من نوع خاص
وعلى عينيك بن عدي غنتكلموا على الجيت سكي وكيفاش كي كي كتمارس هذه الرياضه. هذه الرياضه داخل واحد المنطقه اللي فيها اللي خاص تكون فيها السلامه ديال المصطفي. كاين مصائب كثيره، كاين مصائب كثيره الشاطئ بوحدهم غنتكلموا عليه. خاصنا بغض النظر على هادشي كامل غندخلوا للشق القانوني ديال هذا الشاطئ. هذا الشاطئ راه الان في الملكيه ديال وزاره التجهيز طبيعه الحال. الملك العام البحري الملك العام البحري الشؤون العموميه وتجهيزها. وهذا العام هذه عامين قامت الوزاره بتحفيظ هذا الملك ديالها، ماشي وضعت البورناج باش تحفيظ المحافظه داخله في المحافظه، يعني تحفيظ هذا الملك. والشاطئ ديال مدينه جديده التحفيظ اللي جا فيه راه ما خلاو ليهم والو، راه جروا لي كابين وشروا شي طروفه من القهاوي، يعني ما خلاو حتى شي حاجه جديده. ملي تكلمنا في الاول على الاحتلال الملك العمومي راه شرنا الاحتلال الملك العمومي الغابوي والبحري والبلدي. ها نعم دابا هادي الجماعه ديال جديده سبق ليها دارت تعرض على التحفيظ، ولكن في المقابل القائد ديال المقاطعة الرابعة السي بحار اللي كان ديك الساعة أدجوا يعني هو الباشا بارانتيريم بالنيابة لأن الباشا كان في كونجي، ما كانش شايف بأنه راه كاين داك التعرض، وعطى رسالة للتجهيز بأن المحافظة بأنه ما كاينش شي تعرض لا والو، وبالتالي تم التحفيظ بدون تعرض. هو بالنسبة خاضو وبالنسبة سي حكار التحفيظ بالنسبة لتحفيظ الملك الغابوي والملك البحري كيتم بواسطة الأقمار الصناعية، هو اللي كيحدد الحدود الجيولوجية، حيت بعد ما كنجيو النهر مثلا سيكون أبيل لو ني دو ريفيير هو العش ديال النهر، راه عرفنا هذيك اللي وقع في وادي الليفل هذيك معروفة. لا هذيك كتعطينا مجال تدخل الوزارة المجال البحري، يعني المجال البحري ولكن غير محفظ. نعم درك ملي كندخل حيت هما اش كيديروا ابعد نقطه في المد وابعد نقطه في الجزر الى اخره باش كيعبروا كاين ارقام وكاين معايير خاصه. هذه حاجه اخرى، حنا نهضروا على التحفيظ ولا بسميتهم. وهذا العام داروا رهنا اشاره جماعات الجديده، الشاطئ رهنا اشاره جماعات الجديده، ولحد الان من الاول الجماعه هي اللي كتخلص الضوء وهي اللي كتخلص النظافه، رغم ان الشاطئ راه غير رهنا اشارتها وما عطاوناش وما وضحوش لينا واش كان شي اتفاقيه ما بين الجماعه وما بين الوزاره ديال التجهيز، يعني واش كاين شي اتفاقيه باش ان الجماعه اللي تخلص هذا الشيء في المقابل وانها هي اللي تدخل دوك الفلوس و... يعني وهذا كيبين هذا اش كيبين الضعف ديال المجلس الحالي، لان كان ضعف وكان مجلس اللي هو عنده مؤهلات فعلا ديال المحاوره وديال القوه الاقتراحيه وديال قوه تشاركيه، كان بالامكان ديالو انه يفرض بعض البنود للصالح ديالو واللي يمكن تستثمر الفائدات المدينه ككل، ولكن ملي كنلقاو ناس كيقلبوا على المصالح ديالهم طبيعه الحال ما غاديش يفكروا في المصلحه. نبقاو في نمروا ونفوتوا نبقاو في هذه النقطه. ضروري كاين واحد النقطه اللي خصني نشيروها مادامنا تكلمنا على 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 البحر، خصنا نتكلموا على النهر، على ديال النهر ديال هي بالنسبه للبحر. هاد الصفقات اللي تمت هاد العام هذا راه فيها ما يقال، وغادي نجيبوا المحاضر وغنجيبوا الامور فيها العديد وغناقشوها لاحقا. بالنسبه للنهر غير اشاره بسيطه للنهر ديال ام ربيع اللي هو نهر اكبر انهار اللي كاينه في المغرب واللي كيخترق واحد تقريبا واحد خمسه ديال العمالات. كل هذه العملات كل عملات تساهم بجودها وكرمها في تلويت هذا النهر ديال العجال. نتكلموا على المسألة اللي هي المس بحرمة المقابر، طامة كبرى عندنا حنا بين قوسين هنا لابد من الإشارة. حنا هنا هذه المدينة هذه وليتي حتى نمتي ما عندكش فين تدفن، حتى نمتي في هذه البلاد هذه ما عندكش فين تدفن. يلاه الناس بداو كيفكروا انهم غيقتنيو وربما واش داروا الخطوات الاولى اللي دي مارش الاولين باش يمكن يشوفوا واحد المقبره
كتوصل هنا وتصور انها جديده ما عندكش فين تدفن، وحتى ملي عندك فين تدفن خصك تدفن فوق شي واحد، خصك تكون عندك الوسيطه باش تدفن في المقبره هذه اللي في سيدي موسى او هذه ديال سيدي موزي، سي الوسطه المعرفه باش تدفن، سينو راه غادي تمشي تجلى ولا شوف فين غادي تمشي. هما كيهضروا على مقبره الريان وكيقول لك هذيك ولات دابا مقبره ممكن تحتضن الاموات ديال جديده وديال الجماعه ديال مولاي عبد الله. علاش شي يفكروا فيه شحال هذه؟ غير هي في السابق في الولايه السابقه دقينا ناقص الخطر وقلنا لهم راه ما بقى والو وهاد المقبره غادا تعمر ديال جديده، واش ما كتفكروش تقتنيو عقار اخر؟ ما كاينش رؤيه استباقيه، ما كاينش رؤيه استباقيه، الناس ما عندهمش رؤيه استباقيه، ما كيفكروش، كيشوفوش قدام. هاد المقابر هذه حاليا على 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 علتها هاد المقابر المتواجدة انعدام النظافة، أصبحت محلات ديال الأزبال، أصبحت أماكن لممارسة الرذيلة للشعوذة. شحال من مرة دزت أنا كنلقى الأبواب، أنا هذوك الأبواب ما عرفتش شكون كيصاوبهم، واش محسنين ولا بلدية كيلصق الباب الصباح كيصبح طاير. هو ديال سيدي بوافي حيدوه، كيتحيدوه ديال سيدي بوافي. ديك المرة أنا دايز من تما جي من الاتجاه ديال الفالوره في اتجاه ديال الطاكسيات المقبره، داك الشطر الصغير اللي على اليمين والله الا قبر منبوش، وعيطت لواحد الصحفي بلا ما نقول شكون الاسم ديالو، قلت له ودي راه كاين واحد الحاله هذا وما استجبش. دابا بالنسبه للمقابر، اولا المؤاخذات اللي عندي انا على المقابر هنا اقليمي الجديده وسيدي بن نور، المقابر بدون حراس، بدون محافظ، بدون محافظ، بدون مستودع للاموات، بدون بلاصه فين يغسلوا، فين يغسلوا، بدون اشارات باش بنادم يقدر يمشي للقبر ديال داوي. هذه يعني شي واحد دابا يجي اليوم من الدار البيضاء ويجي لهذيك المقبره تما كاينه باغي يزور شي حد من الاقارب ديالو، عارف غير التاريخ متى مات وحتى الرقم ديال القبر داك الشيء، ولكن فين غيمشي يقرب عليه؟ ما كاينش. ولكن هنا راه خصنا نهضروا ونقولوا بانه هذاك الشوك اللي كينوض وهذوك النباتات الضاره اللي كتنوض راه في العربيات الا كنتو هنا في المدينه ديال الجديده كتشوفوا داك الشيء كيبقى، حتى لواحد النهار كدير شي حمله ولا موحال كيديروا جمعيات مجتمع مدني وهذا، راه في العربيات راه كيحرقوا داك الشيء، راه كيشعلوا العافيه في مقبره على قدها. اي حرمه دابا خلاو لهاد المقبره هذه؟ عاد نهضروا حنا على المقبره وحده حقه واحد باش قبر، هادوك راه حرقوا قبوره كاملين، ما نبشوش واحد، حرقوا كل شيء. هادوك حكموا على هادوك الموتى بجهنم، هادوك جالسين كيحرقوا فيهم هنا في الدنيا، راه هادشي راه خطير، راه ما خاصش القبوره يتحرقوا، ولكن راه خاص هاد الجماعات خاص العمالات يتدخلوا يتحملوا المسؤوليه ديالهم. العمالات ما كيتدخلوش لا ديال الجديده ولا ديال سيدي بن نور، راه كاينين قبوره دروك انا البارح شفتهم.